أهلا وسهلا بكم من جديد. ينصح اختصاصيو التغذية بخمس حميات غذائية لفقدان الوزن، كذلك الخاصة بفقدان الدهون أو الحد من الشهية، هذا إلى جانب أنظمة أخرى تساعد في تقوية المناعة وتتميز بفوائدها الصحية. نتابع التقرير التالي. شكرا للزملاء على هذه المعلومات الجميلة. فعلا لابد أن الواحد يتبع حمية غذائية مناسبة لجسمه حتى أنه يحافظ على صحته النفسية والعقلية والجسمية كمان، ويتمتع بجسم مثالي. وأكيد الحمية بتساعد أنه الواحد يبتعد قدر الإمكان عن بعض الأمراض والكوليسترول والضغط والسكر. أكيد نشكر الزملاء على هذا الجهد الرائع.